أهلا بكم أهلا. على قناة سوشو، وضيفنا العزيز صديقنا الإسكندر، إسكندر المقدوني. أوكي، صديقنا إسكندر، وهو يعني مفكر وباحث ويريد يعني توسيع آفاق الشباب المسلمين أو الذين يبحثون في الإسلام. هذه الدول التي تعاني من هذه الثقافة التقليدية، ولكي ننهض بشعوبنا نحتاج إلى صديقنا إسكندر وغيره لكي ينير لنا يعني الطريق. صديقنا إسكندر، أعتقد أنت عملت بحث عن قصة الإسراء والمعراج. خبرني أولا عن بحثك، وبعدين إذا يعني مثل ما تريد أذهب إلى التفاصيل أيضا. أوكي، أنا أول شيء راح أعرفك عن نفسي والعمل أقوم بها، وراح أدخل في الموضوع مباشرة. أنا اسمي اسكندر على السوشيال ميديا. أنا إنسان بعتبر إكس مسلم أو خارج عن الإسلام، مرتد. فالأمور اللي أنا بعملها هي النقد الديني. بنقد الأفكار الدينية. عندي نادي على الكلوب هاوس من أقوى الأندية، ويعني بشارك في التنوير وفي تعريف الناس على شو هي العلمانية وشو هي الحياة الحقيقية، وكيف نحن ممكن نتخلص من خرافة الدين أو من خرافة التلقين اللي بشوفها لها آثار سلبية على مجتمعاتنا يعني. وهذا تعريف بسيط عني. ممتاز. بالنسبة للقصص يعني أنا جايب قصتين. يعني القصة الأولى هي قصة قديمة سومرية، قصة سومرية تتكلم عن المعراج. يعني أنا حابب أثبت في الأول إنه قصة المعراج مذكورة في أشياء قبل القرآن، وهذه أنا بتوقع إنه سلسلة مهمة جدا إنه يعرفوها الناس اللي تركوا الدين. القصص اللي موجودة بالقرآن الأصل تاعها أو من وين أتت الفكرة في البداية. يعني مثلا عندك المسيح، الميلاد العذري للمسيح، في 5 قبل المسيح ادعوا نفس الادعاء. فنفس الشيء يعني مثلا قصة الإسراء والمعراج موجودة في ديانات قديمة. يعني منهم عندك الديانة السومرية، وعندك الديانة شو الثانية كانت الأشورية، إذا كنا أو الزرادشتي، نعم. زرادشتي. نعم، أنا بصراحة يعني مش حافظ يعني النصوص هاي حفظ. أنا راح أقرأ لك يعني الأشياء اللي أنا قرأتها بعد ما قرأت. أول شيء الآية اللي مذكورة بالقرآن تتكلم عن الإسراء. لا يوجد معراج بالقرآن، المعراج طبعا مذكور في السنة. وقصة المعراج لو أنت تشوف قصة المعراج، ويعني كيف سمى 7 سماوات، وبين كل سماء وسماء في مسافة 50,000 سنة، وبين كل سماء وسماء في أبواب، ولما تخبط الباب تفتح الملائكة، وكل نبي من الأنبياء موجود في سماء معينة. فالموضوع جدا مضحك. يعني نعم. الرواية اللي موجودة في السنة يعني واضحة أنه هي تلفيق، رواية غير حقيقية، هي عبارة عن يعني كذب. فهذه من بعد ما قرأت على إيتانا، اللي هو ملك سومري. هذا إيتانا كان عقيم، وكان يريد طفل أو ذكر اللي يرث عنه العرش. هو يقال فيه عندك روايتين. الرواية الأولى تقال إنه مرته كانت العقيمة وهو غير عقيم، ورواية ثانية يقول لك هو كان عقيم. فإيتانا كلم إله الشمس، اللي هو شمس أو شمس، ما بعرف نعم، شماش، أعتقد شماش. شماش، نعم. فهو كلم إله الشمس، ويعني وقال له إنه ماذا أفعل؟ طبعا في عندك كان في التجار الدين في هذاك الوقت قالوا في نبتة موجودة في السماء السابعة عند إله الشمس. فطلب يعني كان يصلي، وكان يعني صلاة تاعهم، وكان يخشع، وطلب من إله الشمس أن يعني يعطيه كيف يوصل للسماء السابعة ليحصل على هاي النبتة اللي راح تجعل له ابن أو تجعل له وريث لهذا العرش، لهذا الملك. فطلب منه إله الشمس أن يذهب لجزيرة، وقال له في هذه الجزيرة يوجد في عندك نسر. النسر مصاب، أحد أجنحته مقصوصة. أظن أنه كان إله الشمس هو من قص هذه الأجنحة.
نعم فذهب إيتانا إلى هذه الجزيرة وقام بعلاج النسر، ثم عرج به بالسماء فوق ظهر هذا النسر إلى السماء السابعة وحصل على هذه النبتة، وعاد بها إلى الأرض وحصل على ابن. هذه في القصة الأولى يعني بالنسبة للقصة دي. بس ملاحظة سريعة، هذا يذكرني ب إن شانئك هو الأبتر، يعني محمد أيضا كان يبحث عن ولد، صحيح؟ يعني صحيح. هناك شبه آخر في القصة. نعم تفضل. أنا حقرأ لك واحد من العظماء اللي بيتكلم على القصص هاي، وأنا بأمانة تعلمت منه، اللي هو الأخ علي أركان. هو نشر صورة، بتمنى إنه أنت يعني تنشر الصورة هاي. الصورة فيها يعني صورة قديمة لآثار، بتثبت آثار ثمرية قديمة تثبت الصورة تاع النسر وصورة معراج عن النسر. نعم وهو كاتب: عندما قرأت لي صورة صعود إيتانا نستنتج أن السماء في الثقافات السومرية تكون من 7 سماوات، والسماء تكون من 7 سماوات، تمام؟ نعم والسماء السابعة هي مقر كبير الآلهة السومرية آنو، حيث تذكر الصورة لقاء الملك إيتانا مع الإله آنو بعد وصوله للسماء السابعة على ظهر النسر العملاق. الصورة موجودة والصورة معبرة جدا، إذا فيك تعرضها. أنا راح أضيفها إلى الفيديو حتى يشاهدها أنا كل ما على أطلع على المشاهد. الصورة يعني فعلا نسر مجنح، والصورة تتحدث عن نفسها، يعني هي نقوش وصورة، يعني النقوش هاي التاريخية موجودة والصورة يعني بتعبر عن نفسها، يعني مش محتاجة حديث كثير. نعم القصة الثانية من الديانة الزرادشتية، طبعا معراج زرادشت على ظهر حصان طائر. مرة هاي تغيرت الموضوع، مش نسر مجنح عملاق، نعم حصان طائر. وكمان حتى هي في عليها صور وفي عليها أدلة. دونت كتبت الزرادشتية منذ 2600 سنة أن أول من آمن بزرادشت بعد نزول الوحي عليه زوجته هوفية وابن عمه ميتوماه. معراج زرادشت على ظهر حصان إلى السماء خلدت الرسوم الحجرية وكتب الزرادشتيين قصة معراج زرادشت منذ 2600 سنة. فيعني نفس القصص، يعني نفس يعني القصص. تشبه قصة محمد وخديجة وورقة بن نوفل، صحيح؟ أنه في البداية تؤمن به زوجته، يعني هذه نفس ما تقوله كتب السيرة. يعني نعم لولا خديجة أنا يعني الرسول محمد ما صار نبي، لأنه خديجة أكيد. هي اللي أعطته الخلطة السحرية، وهي اللي أول من آمنت فيه، يعني على أساس أنه حالة الصداع أو الحالة اللي تجي أنه هي عبارة عن ملاك. يعني نعم في سر وراء الموضوع لو نبحث عليه، يعني دائما التاريخ يكتب على يد المنتصر، يعني فهذه ممكن أنه أصحاب محمد لاحقا أضافوا هذه التفاصيل إلى حياته، يعني تعتقد؟ بالطبع، لأنه عندك قصة حكيت لك إياها، قصة المعراج غير مذكورة بالقرآن، يعني المذكور اللي هي إسراء، وحتى الإسراء نفسه المذكور بالقرآن في عليه شك أنه هو كانت الآية تتحدث على بني إسرائيل، نعم ما كانت تتحدث الآية على محمد. بالدليل اللي هي الآية موجودة في سورة الإسراء الآية رقم 1: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هي آية نعم رقم 1. الآية رقم 2: وأتينا موسى الكتاب. ف الله يشرط. إيه بالضبط. فيعني لو أنت تيجي تشوف يعني أقدم نسخة من القرآن موجودة هي مصحف صنعاء، راح تشاهد إنه كلمة عبده هي عباده، ما كانت تتكلم على شخص معين، عبده محمد. يعني بني إسرائيل يمكن يكون. يمكن تكون على بني إسرائيل، نعم لكن هي السر اللي أنا ما استوعبته، اللي هو وجود اسم المسجد الحرام والمسجد الأقصى. نعم فشو المقصود بالمسجد الأقصى؟ إذا في هذاك الزمان ما كان في يوجد مسجد أقصى من الأساس أصلا، يعني في هذاك الزمان لا كان يوجد مسجد أقصى، ما كان يوجد أصلا. هي ممكن فرضت، هي أحاول. الصلاة، إيه عشان نجمع الموضوع، هي نعم الصلاة فرضت في المعراج لما عرج بالنبي كما يقال للنبي محمد إلى السماء السابعة، عرج به وتفاوض هو الله على الصلاة. يعني الصلاة قبل قصة المعراج ما كانت موجودة شيء اسمه صلاة، فهو كيف صلى مع الأنبياء؟
وكيف كان في مسجد أصلا عشان يصلي فيه مع الأنبياء. فهي واضح الموضوع فيه في تلفيق في شيء ما غامق. خلي أحاول هنا أفسر يعني من ناحيتي حتى أن يعني نرى لماذا يوجد مثلا مسجد في السماء ومسجد في الأرض. طبعا محمد أو بداية الإسلام هو متأثر بالمسيحية، وإذا قرأت رؤيا يوحنا مثلا اللي يسمى Revelation بالإنجليزي، هذا الكتاب يتحدث عن أورشليم السماء. يعني هناك كان عندهم شيئان، أنه هناك أورشليم الأرض عاصمة الله على الأرض، وهناك أورشليم عاصمة الله في السماء. فهذا يمكن أعتقد المسجد الحرام بالأصل في القرآن هي القدس، وفي السماء هي القدس السماوية، وحتى الكعبة تجدها مربعة. لماذا؟ لأن أورشليم السماوية هي مربعة، يعني هي تحيل إلى أورشليم السماء. يعني فقط أردت أن أضيف هذه المعلومات. أنا فعلا يعني أتفق معك أنه هو يشبه اللغز، لكن يحتاج إلى تأمل وبحث حتى يعني نفق أسرار النص الموجودة. هذا يجعل المسلم نعم فضل. هو لو نفكر يعني نفكر في الموضوع بطريقة نقدية، هو من جمع القرآن بهذه الطريقة؟ يعني نحن نعلم أن أول آية نزلت بالقرآن هي أقرأ، ونحن عندنا مصحف الموجود عندنا، أول سورة من اليمين هي سورة البقرة، وسورة الفاتحة بالعكس. يعني لازم أول سورة هي سورة البقرة على الكتاب. ليش أول سورة ما كانت أقرأ؟ ليش الآيات هذه ما كانت موجودة بالتسلسل التاريخي الحقيقي لنزول هذه الآيات؟ يعني نحن بنعرف أن كل آية يعني لها تسلسل تاريخها، ولها يعني نزلت في حادثة معينة. يعني مثلا زي عندك الآية تاع والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم، اللي كانت تتكلم على سبايا أو طاس. هذه الآية نزلت في حدث معين وفي وقت معين. فلو نحن نيجي نشوف تسلسل الآيات، لازم القرآن يكون نازل، لو هو كتاب من عند الله نازل، أول سورة أقرأ مع تسلسل أحداث، يعني لكم دينكم ولي دين ومشاء فليم، هيك التسلسل الحقيقي لها. نعم، لكن تاريخ يعني اللي جمع القرآن بهاي الطريقة بيثبت أنه يعني الطريقة عشوائية. يعني أنت لما تيجي تقرأ أي آية بالقرآن بتكون أنت دخل في موضوع معين، فجأة تطلع على موضوع تاني، بعدين تدخل في موضوع ثالث. يعني في شيء في غموض بطريقة تجميع القرآن، اللي هي أنا أعتبرها يعني طريقة خاطئة. يعني أظن أو يمكن كما يسموه بعض الباحثين أنه القرآن هو تاريخ مقلوب، يعني يبدأ من النهاية من المدينة، ولكن تنتهي في الغلاف الآخر في مكة. يعني كأنه تاريخ مقلوب رأسا على عقب، يعني وكما تفضلت. نعم. وأيضا ماذا عن تفاصيل قصة زرادشت؟ هل عندك تفاصيل أكثر أو عندك ما تريد أن تضيفه حول يعني نفس القصة؟ قصة زرادشت يعني راح أقرأ، هي موجودة، أنا عندي موجودة عندي بنص. النبي زرادشت صعد على السماء بواسطة طائر كبير يشبه إلى حد ما الثور المجنة الأشوري، وكان لزرادشت موعدا مع الإله إهورا مازدا الإله النور، لكي يعلمه الحكمة ويعطيه الشرائع ورفائق زرادشت من السماء الأولى إلى السماء السابعة. ملاك عظيم استأذن زرادشت لمشاهدة جهنم أيضا، فرأى فيها أهرومن أي إبليس. أهرومن كان اسم إبليس قديم. نعم. مر زمان بعد أجيال على معراج زرادشت، أخذت ديانته زرادشت في بلاد الفرس في الانحطاط، ورغب المجوس في أحيائها في قلوب الناس. انتخبوا شابا من أهل زرادشت اسمه إرتروراف، اسمه صعب شوي آسف، وأرسل روحه أسماء القديمة عفوا يعني، وأرسل روحه إلى السماء، ووقع على جسده السبات. وكان الهدف من سفره إلى السماء أن يطلع على كل شيء فيها ويأتيهم بنبأ. فعرج هذا الشاب إلى السماء بقيادته وأرشاده رئيس من رؤساء الملائكة اسمه سيروش، فجال من طبقة إلى أخرى وترقب التدرج إلى أعلى فأعلى،
ولما أطلع على كل شيء أمره، فرح هيرومازدا أعطى الإله الصالح سند وعد مذهب زرادشت أن يرجع إلى الأرض ويخبر زرادشتية بما شاهد، ودونت هذه الأشياء بحذافيرها وكل ما جرى له في أثناء معراجه في كتاب إرتيروف نامك. هذه الأشياء اللي قرأت اللي أمامي، فأنا عم بقرأ لك اللي مكتوب. يعني قصة بصراحة أنا قصة زرادشتية يعني من جديد عم بقرأ عليها، عم بحاول أتعلم عليها، لكن قصة إله الشمس وقصة هذه كنت يعني قرأها من قبل وعندي فكرة عليها، على موضوع العقم وعلى موضوع شجرة العقم اللي موجودة في السماء السابعة. لكن قصة زرادشت عليها يعني أدلة أكثر، يعني في عليها يعني صور أكثر على اللي هو الحصان المجنح. أنا بظن أنه هي قصة زرادشت هي اللي اقتبسها الرسول، لأنه هو البراق يعني هو حمار مجنح، يعني هو أظن أنه هو كان يشوف صور كان يفكر أنه هاي الصورة صورة حمار ممكن، ولا ما أعلم يعني مش متأكد. كان مش متأكد في الموضوع فقال أنه هذا البراق أنه بين الحمار والبغل. بين الحمار والبغل. نعم نص نص. أنا حتى قرأت في موسوعة بريل دائرة المعارف الإسلامية بريل، ما أتذكر في أي مادة حاليا، يعني يمكن البراق، أعتقد مادة البراق، أنه الزرادشتين كانوا يعتقدون أن زرادشت ذهب إلى السماء على ظهر حصان يسمى برقة، وهو نفس كما تفضلت نفس الثور المجنح، يعني رأسه رأس إنسان وجسده جسد ثور وله جناحان. وأعتقد يعني حتى التراث الإسلامي، أعتقد الإسماعيليين أو بعض المذاهب اللي كانوا يحلون التصوير مصورين النبي محمد على ظهر ما يشبه حصان ذو رأس آدم، يعني هذه نفس فكرة الثور المجنح. نعم نفس الفكرة بالضبط، فالتأثير واضح. فقط أريد أن أشير إلى قصة مهمة جدا وردت في هو كتاب منحول، يسمى يعني أنه إنجيل منحول، عن قيامة بطرس أو رحلة بطرس إلى السماء، حيث القديس بطرس وهو كبير تلاميذ المسيح يذهب إلى السماء، وبنفس تفاصيل الإسراء والمعراج، يعني كما تفضلت في قصة القصة السومرية والزرادشتية أيضا، ربما أعتقد عندهم سبع سماوات، ما أعرف إذا تصحح لي، سبع سماوات الزرادشتية فعلا. نعم، فهذه القصة أيضا فيها سبع سماوات، ويطلع بالإضافة على الجنة والنار، يعني يذهب أن ويرى أن أهل الجنة كلهم في بياض ووجوههم مشرقة، يعني كأنه يعني طابق الوصف القرآني اللي وجوه يومئذ ناظرة وما إلى ذلك، وأيضا يصف عذاب جهنم، ويعني ما ورد في التفاسير والأحاديث أنه كان كل عقاب يناسب الجريمة، مثلا إذا امرأة عرضت صدرها يعلقونها من صدرها، أو من شعرها مثلا إذا طلع شعرها وما إلى ذلك، يعني هذه التفاصيل. فهذه قصة الإسراء والمعراج نفسها موجودة في هذا التراث الوثني وغير الوثني المتعدد. نعم، لو انت تلاحظ انه جميع الديانات الابراهيميه اقتسمت، يعني اقتبست نفس القصص الخياليه، يعني نحن بنعلم ان الزرادشتيه وكل القصص القديمه السومريه وغيرها هي الاصل، هي الاصل في هاي القصص، يعني في كل شيء، كل الخرافات الموجوده في الديانات الابراهيميه بشكل عام. طبعا ديانه ابراهيم تعتبر اتت متاخره مقارنه بالزرادشتيه ولا بالسومريه ولا باي ديانه من الديانات القديمه هذه. فتلاحظ انه الشيء المشترك بين الديانات الابراهيميه انه كلها سارقه من الديانات هاي، يعني هذا الشيء المشترك الوحيد اللي بيناتهم. ونفس الشيء يعني ليش سبع سماوات هون وسبع سماوات هون؟ يعني بامكان يعني كانت في تغيير، يعني عند الاسلام مثلا تسع سماوات يا سيدي، زيد سماعين، حط الله في السماء التاسعه يا سيدي،
لكن ليش يعني واضح انه ليش الرقم سبعه مثلا؟ في اشياء يعني واضح انه هي كوبي بيست الموضوع. بالضبط الموضوع ما في يعني اي ذكاء او اي شيء خارق. يمكن حتى مرات انا ما اسميها سرقه، لان الاديان تعرف يا صديقي يعني الاديان تتطور كما يتطور يعني اي كائن حي. يعني مثلا تجد الكائن البيولوجي يتطور مثلا من خليه الى مخلوق، وايضا نحن اجدادنا كان نحن لدينا جد مشترك مع الشمبانزي والغوريلا. الأديان أيضا هي تتطور بشكل بطيء، ويأتي زمن يعني يتحول هذا المذهب نفسه كأنه دين جديد. يعني لا أستبعد أنه خلال 200 أو 300 عام يتحول السنة والشيعة إلى أديان أخرى مختلفة كليا. يعني يمكن صحيح. حتى يمنعون الزواج بينهم، يعني يصير دين آخر كليا كما حصل مع البهائية التي خرجت من المذهب الشيعي مثلا، أو القاديانية التي خرجت من المذهب السني. أتفق معك تماما، يعني أنا كمان أتفق معك أن الديانات كلها يعني نتيجة تطورية للديانات السابقة، ولكن أنا أتحدث على يعني أصحاب هذه الديانات، يعني أنه بقول لك أنه أنا ديانتي هي فيها الحق المطلق وفيها القصة الحقيقية. يعني أنا يعني القصص الأولين الموجودة عندي في كتابي هي القصص الحقيقية اللي صارت في حذافيرة. لما أنت تيجي تتبع يعني تشوف تاريخ القصة اللي مذكورة في القرآن بتلاقي لا بالعكس نفس الشيء موجودة في حضارات تانية وفي ديانات تانية وثنية، يعني ديانات مش ديانات توحيدية زي الديانات الإبراهيمية. فهون المشكلة، يعني أنت تشوف ديانات كانت تعبد الحجر وكانت تعبد إله الشمس وكانت تعبد إله القمر وإله الحكمة وإله الحب، ونفس القصص موجودة في الإله الواحد الأحد اللي يعبد الشخص المسلم. فهذا الشيء لازم يخليك تفكر أنه فعلا الديانات صنع بشري وتطور طبيعي، يعني تطور طبيعي. هو أنا يعني برأيي أنه الإنسان من أول وجوده على هذا الكوكب هو عنده سؤال دائما واحد، وهذا السؤال على أساسه أتت الديانات كلها، اللي هي ماذا سيحصل لنا بعد أن نموت، ولماذا نحن هنا. هذه الأسئلة ما في عليها إجابة، كل الإجابات الموجودة عليها اللي هي الديانات اللي تعطيك الإجابات هاي هي احتكام للجهل. ولكن شو إجابات مريحة للشخص المؤمن؟ يعني كوني أنا لا أعلم مشكلة. الإنسان العلم اللي عنده البسيط يخليه يعني يدور على بصيص أمل. بعد ما أموت أنا بتمنى أن يكون في حياة، حتى أنت كشخص لديني تتمنى أن يكون في حياة. نعم. ولكن الإجابات مش موجودة علميا ولا موجودة غير بالخرافات، يعني للأسف. يعني إجابات هل في حياة بعد الموت موجودة في الخرافات وبالديانات هاي البشرية. يعني حتى لو كانت هذه الديانات ولو يعني تملك ذرة من الحقيقة مثلا، لكانت أتاحت للناس أن يذهبوا ويعملوا تجارب وبحث، وحتى يعني يذهبوا إلى المختبر ويروا إن كان هناك يعني من الممكن إثبات وجود الروح. لكن المشكلة أن تأتي دولة مثلا وحكومات وتدعم رجال دين، فمثلا في العراق، في مصر، في ليبيا، ما أعرف، أنا لست مطلع كثير على بلدك، ربما أنت عندك أطلاع أكثر على الحالة في ليبيا، لكن أيضا أنا أعرف أنه عندهم بروز للحس الديني. وحتى في عهد القذافي أعتقد الدولة استغلت الدين يعني للأسف. المشكلة أنه هؤلاء رجال الدين هم ضد العلم ويمنعون الفكر العلمي، يعني كما تفضلت. نعم، أنا برأيي أنه ليبيا أسيرة عند الفكر السلفي الوهابي السلفي. يعني الشعب الليبي كله أسير عند هذا الفكر التكفيري، الفكر اللا إنساني، وهي مشكلة الحقيقة اللي منعاني منها آخر 10 سنوات ولا 11 سنة، اللي هي ثورة 17 فبراير، جعلت المتدينين أو الناس السلفيين يظهروا بشكل واضح. يعني قبل 2011 في ليبيا ما كان موجود أي شخص يقول أنا جبهة إسلامية أو أنا كتيبة إسلامية، ولكن بعد 2011 جبهة نصرة تأسست في ليبيا. ممكن هذه معلومات أول مرة تسمعها. جبهة نصرة تأسست في ليبيا، أنصار الشريعة تأسست في ليبيا، جميع الإرهابيين اللي راحوا قاتلوا في سوريا ابتدأوا السلاح تاعهم كان من ليبيا.
فأنا بشوف إنه ليبيا الشعب الليبي أصير عند الفكر الوهابي السلفي أو الفكر التكفيري هذا للأسف. يعني أنا كنت بتمنى أن يكون الشعب الليبي قرآني مثلا، أو يكون بتبع، يعني هي فكرة الإيمان فكرة جميلة يعني، تريح الإنسان. أنا ما عندي مشكلة أن شخص يكون مؤمن ولا يكون كافر ولا يتبع أي شيء. أنا عندي مشكلة بالناس اللي تحاول تعين نفسها آلهة وتحاسب البشر على أفعالهم على الأرض. لا أنت حرام، أنت لا ما تلبس، أنت هذا الشيء الموجود عندنا في ليبيا للأسف. نعم، أنا فقط يعني أشير هنا أنه فد مرة أنا شاهدت فيديو على يوتيوب نشرت قناة الجزيرة لي، وكاتبين عليه ليبيا بلد المليون حافظ. فكتبت في التعليق، طبعا وجاءني شباب وشتهم كثير، قلت مليون حافظ ولهذا البلد خربان وفاشل للأسف. يعني وأنا أحد من المليون. نعم. أنا واحد من المليون، يعني واحد من المليون. نعم. لا المشكلة أنه أوكي أنت حافظ، لكن أنت تستخدم العقل، يعني أنت تأخذ النص وتعمل بحوث. هؤلاء يحفظون ويفرضون هذا الحفظ وفهمهم لهذا النص، يعني كما تفضلت، يعني بشكل إكراهي وإجباري وإرهابي على الناس، فهذه كارثة ومشكلة. يعني لأنه موقف عقله، لأنه أغلب المسلمين للأسف دائما يقول لك أنا ما عندي علم، أنا ماني فقيه، روح شوف اسأل هذا سؤالك، ألقيه على شخص يكون متفقه بالدين. يعني كله ما عنده ثقة في نفسه أنه هو يقرأ. أنا كنت واحد من الناس اللي تفكر بالطريقة هذه، يعني بيوم من الأيام يعني أنا كنت كلنا كده. أنا كنت مسلم متشدد ولا أقبل أي حد يتكلم لا على الرسول ولا على الإله ولا على القرآن، لأن هذه أشياء كانت عندي بالنسبة لي مسلمات، أشياء ثابتة. هذا آخر دين سماوي، والرسول كان أعظم شخصية في التاريخ، والدين الإسلامي راح ينتشر في العالم كله، راح هو الحقيقة الوحيدة المطلقة، وأن العالم كله يحارب الإسلام لأنه هو نحن خير أمة أخرجت الناس إلى آخره. ولكن لما صرت يعني أسمع النصوص وأقرأ سياق الآيات وتفسير الآيات، بدأت أشعر أنه في أشياء غير منطقية يعني في هذا الدين، في تناقضات واضحة. يعني هو في عندك آية تقول لك لو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلاف شديد. فعلا أنا وجدت اختلاف. نعم. لدرجة أني خلاص يعني الفترة 2009-2010 صرت قرآني بالكامل، يعني نكرت السنة، يعني صرت أشوف أنه أحاديث السنة والبخاري ومسلم كتب فيها إسرائيليات مفترية على رسول الله، ولا يمكن أن تكون القصة الموجودة في البخاري ومسلم أحاديث من رسول الله، فهمت؟ وصرت قرآني، صرت أفسر القرآن بالقرآن، وحاولت أني أسمع شحرور، أسمع يعني حاولت أطمن نفسي، لكن لقيت أنه موضوع مش مجدي. يعني القرآن نفسه فيه مشاكل. نعم. القرآن نفسه ما كان منقط، ما كان طريقة جمع القرآن غريبة، طريقة حرق عثمان للمصاحف أيضا غريبة. فالقرآن نفسه هو في مشاكل، يعني في مشاكل حتى غير أخلاقية. سورة التوبة كافية أي شخص يقرأها بتجرد ومن غير قدسية أنه يخرج من الإسلام. سورة التوبة بس، يعني سورة واحدة، شيل التجرد وأدخل على تفسير الطبري والقرطبي، أدخل التفسير وأقرأ التفسير وشيل القدسية منها، راح تخليك تكفر يعني. نعم. فعلا صح. أنا لاحظت، أنا نقرب من نهاية الحلقة، أنه 56 دولة إسلامية، يعني شوف حالها، كلها دول فاشلة متخلفة، يعني حتى البرغي يستوردوه من يسمونهم بالكفار، والسعودية حتى قبعة الصلاة يستوردوها من الصين مكتوب على Made in China. أنا أشكرك جدا صديقي على هذه. أعطيك آخر كلمة. تفضل. هذه كلمة كانت لمستشارة ألمانيا العظيمة اللي هي ميركل. طبعا الدين الإسلامي لا يعترف بأنه المرأة لازم يكون لها دور في السياسة، لا خير في أمة ولا أمرهم أمرأة لآخره، الأمرأة مكانها شيء ثاني. ولكن أنا حاعطيك بس مقولة، أنا بتمنى أي مسلم يسمع المقولة هاي ويفكر في عقله. قالت يوما ما سنخبر أبنائنا أن المسلمين هربوا إلينا مهاجرين، بينما مكة أقرب إليهم منا. يعني هذا الكلام أتمنى أي مسلم يفكر فيه. يكفي العائدات تاع الحج اللي كل سنة، يكفي لو توزع على فقراء في هذا الدول ما تسمى دول إسلامية، لا يبقى فقير على الإطلاق لو توزع بس على الفقراء.
لكن فعلا انتم لا خير امه اخرجت للناس ولا شيء، انتم امه تقول الله اكبر والشخص الثاني يقول الله اكبر والدم مليء في بلدانكم والسبب هو الاسلام. هذه اخر كلمه. شكرا لك، شكرا اعزائي المشاهدين، نلتقيكم في حلقات اخرى مع ضيفنا وصديقنا العزيز الكسندر او اسكندر المرتد كما يريد ان يقدم نفسه بكل جرأة وشجاعة، وانا احييه واحييكم. شكرا، الى اللقاء.